طلاب، اليوم المحاضرة مالتنا هي راح تكون المحاضرة الثانية Solution and Concentration. طبعا Concentration ما راح نلحق ناخذها هاي المحاضرة، إن شاء الله التكملة تكون الأسبوع القادم. إحنا سابقا بالمحاضرة السابقة أخذنا الأيونز، من شنو الأيونز، تصنيفاتها. أخذنا الأيونز إذا صار بها أيونيك بوند أسرة أيونية، فإنه ممكن راح تعطيني أيونيك كومباوند، وإذا كانت أكو آسرة كوفالنت تساهمية فإنه راح يصير عندي شنو، راح يصير عندي كوفالنت كومباوند. إذا هذني كلهن يعتبرن مواد، هي تعتبر بيور سبستانس. فبهاي المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ إذا هاي الأيونيك كومباوند الكوفالنت كومباوند اللي هي تعتبر بيور سبستانس، إذا سويناها مزجناها مع بعض فراح تعطيني مركب نسميه ميكستشر. محمد عقيل اذا ما صار زحمه سد المايك مالتك. العفو دكتورين، العفو دكتور. الميكستشر هو كومبوزد اوف تو اور مور بيور سبستانس. اذا هاي الماده الاثنين اللي اذا مزجن فهي راح تعطيني فد ماده نسميها ميكستشر، او نسمي ابسط مثال للميكستشر هو الهواء. احنا هسه الهواء اللي بدنا نتنفسه هو راح يتكون من مزيج من الغازات، يتكون من الاكسجين، نيتروجين، ارغون، الووتر فيبر، بخار الماء، السي او 2. اذا هذا صار عندي يعني ميكستشر، مزيج. اضافه مثال اخر هو السي ووتر، ماء البحر، اللي هو يتكون من ان اي سي ال. الان اي سي ال اللي شو يعتبر؟ يعتبر ايونيك كومباوند او ملح كوفالنت كومباوند. أيوني ايونيك كومباوند زائدا الاتش 2 او 2، الاتش 2 او العفو، الاتش 2 او ايش يعتبر؟ ايونيك اور كوفالنت؟ تساهم كوفالنت 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 تساهمي. اذا راح نشوف هنا انه انا المسجن تو بيور سبستانس اللي هي ايونيك كومباوند او كوفالنت كومباوند، اعطتني ميكستشر، مزيج، اللي هو نسميه السي ووتر او هو ماء البحر، اللي تكون النسبه مالته 3.5% من الملح. الميكستشر ممكن انه نقسمها نوعين، تصنيف رئيسي او نسميه برايمري كلاسيفيكيشن، تصنيف رئيسي اللي هو راح يكون هيتروجينيوس اند هوموجينيوس. شنو معنى هيتروجينيوس والهوموجينيوس متجانس مصطلحات؟ وغير المتجانس. دكتور، خليط متجانس وخليط المتجانس غير وغير متجانس. المتجانس. متجانس الهيتروجينيوس هبه شنو؟ الهيتروجينيوس الهيتروجينيوس غير متجانس. زين، يعني شنو هيتروجينيوس؟ يعني شنو غير متجانس؟ ايش بيه؟ لا يعني يحتوي موحدة تركيب، لا يحتوي موحدة تركيبية. تمام، اليونيفورم كومبوزيشن مالته يكون الكومبوزيشن يونيفورم، العفو نوت يونيفورم، غير غير يعني خلينا نقول موحد. يونيفورم يعني لا شلون موحد مثلا؟ يعني الكومبوزيشن مالته مو موحد، الشكل مالته انه تكون يونيفورم. نعم دكتور. معرفة. اوكي، الهوموجينيوس غير هبه، منو يجاوبني؟ دكتور هاز يونيفورم هاز بس يونيفورم، يبقى يكون نعم دكتور كومبوزيشن، الكومبوزيشن نعم. مالته تكون يونيفورم. زين، احد يقدر يعطيني مثال الهيتروجينيوس؟ كلكم طارت من عندكم الامثله؟ لا دكتور، اكو يلا دكتور اعطيني. الصودا، ماي الصودا هذا اكو مشروب خاص ماي الصودا يصحوا له. هذا هترو ولا هومو؟ لا هترو هذا هذا هومو ليش؟ متجانس. اذا شوف اليونيفورم متجانس، ما له علاقه، غاز دايب بي موجود ومتجانس، ماكو فد شيء. وهسه راح نجي هنا همين نعرف شلون المتجانس والغير متجانس. ابسط مثال البيتزا، هيتروجينيوس صح لو غلط؟ ايه هيتروجينيوس اليونيفورم مالتها الكومبوزيشن غير متجانس. راح دكتور، نشوفها، نشوفها هاف نوت يونيفورم. نعم دكتور آية، نقدر نعتبر الهواء الهواء لا متجانس، هواء متجانس؟ دكتور نقدر متجانس، ما راح نعتبر نتجانس. البنزين؟ البنزين همين متجانس،
النفخ يعتبر النفخ بين متجانس، هل بين متجانس النفخ اعطيكم اي الغير متجانس اجيب تراب واخليه بالماء الرمال والزيت والماء بالضبط اجيب تراب واخليه بالماء متجانس لو غير متجانس لا غير متجانس غير متجانس اجيب طابوق بالضبط مثال يعني جابه مضبوط اوكي بينما السوفت درينك او اللي هو البيبسي الميرندا السفن هذا يعتبر هوموجينياس لان الكومبوزيشن مالته يونيفورم موحد ما راح نشوفه انه متكون من فد مكستشر عجيب غريب الامالغام فيلينج حشوه الامالغام ايش تعتبر دكتور هوموجينياس هوموجينياس طبعا الامالغام فيلينج هي تتكون من السيلفر تكون على شكل باودر وياه الاجي الزئبق فيمزجوها بواسطة الجهاز اسمه امالغاميتر فراح تتكون عندي هاي مثل العجينة هي اللي تسميه الامالغام امالغام فيلينج حشوة الامالغام هي تعتبر هوموجينيوس مكستشر لا راح نشوفها متجانسة هي صح متكونة من تكونت من السيلفر والاجي باودر وتكون على شكل والاجي يكون على شكل ليكويد لكن بعدين بالنتيجة ورا الميكس مالتها راح نشوفها انه تكون هوموجينيوس متجانسة إذن ذني هاي بالنسبة للهتر دكتور صوتك راح إيه إيه تمام هسه صوتي تمام إيه دكتور واضح كان أوضح دكتور مو دقوا علي ورفضت فصل الانترنت فهنا عندنا ذاك التصنيف نسميه برايمري كلاسيفيكيشن تصنيف رئيسي للميكسشر ممكن ان نصنفهم تصنيفات ثانويه للميكسشر تصنيف ممكن نصنفهم ثلاث انواع النوع الاول هو نسميه سوليوشن المحلول هو يعتبر النقطه الاولى النوع الاول هو نقول عليه نسميه هوموجينيوس ميكسشر مزيج متجانس راح يحتوي على سمول بارتيكل جزيئات صغيره راح تكون السايز مال هاي البارتيكل يتراوح من ال 0.1 الى 1 نانو متر راح يكون من 0.1 الى 1 نانو متر هذا السايز مال البارتيكل الموجوده بالسوليوشن ليكويد سوليوشنز هذا السوليوشن الليكويد مالته راح يكون ترانسبيرنت راح يكون شفاف ابسط مثال دائما انا هذا المثال نستخدمه لان هو ابسط شيء اللعاب اللعاب هذا واحد من عده يعتبر لكن نقدر ناخذ ابسط هو اللي شنو هو الان اي سي ال وين بشنو بالمي الملح اذا اذوب الملح انا اشوف الملح راح يذوب بسهوله بال H2O راح تكون البارتيكل سايز مالته اصلا ما راح اشوفها ورا ما راح تذوب معناته البارتيكل سايز مالته كلش سمول هل اقدر انه افصل البارتيكل سايز اذا اسوي لها فلتريشن ما راح اقدر افصلها لان البارتيكل سايز كلش صغير اذا اسلط لايت على خلينا نقول هو كوب شفاف وسلط اللايت عن طريق السوليوشن اللي تكون راح يكون ترانسبيرنت انه شفاف اللايت الضوء يفوت عن طريقه ما راح يصير بي سكاترينج تشتت يكون محلول متجانس متجانس اكيد هو احنا اول نقطه قلناها هوموجينيوس ميكستشر نعم دكتور اوكي بالسوليوشن راح يكون اكو تو سبستانس مادتين يعني. الماده القليله لسر اماونت تكون قليله اسميها سوليوت شنو معنى سوليوت؟ دكتور مذاب المذاب والماده مذاب. اللي تكون لارجر بالضبط مذاب الماده الاكبر لارجر اماونت هي نسميها سولفنت المذيب السوليوشن اذا كان with water اذا هو اصلا السولفنت مالته كان water هذا السوليوشن يعني النوع الاول من المكسشر السوليوشن اذا كان السولفنت مالته هو الووتر فهذا اسميه aqueous solution محلول ماي اذا كان هو السولفنت محلول ماي H2O لهنا واضح؟ واضح دكتور واضح دكتور النوع الثاني من المكسشر هو الكولويد كذلك يعتبر من الهوموجينيوس ميكستشر يصنف
تكون البارتيكل سايز الموجوده بالكولويد هي تكون اكبر من البارتيكل سايز الموجوده بالسوليوشن. اذا هو لارجر بارتيكل، بحيث راح تكون اللارج البارتيكل سايز مالتها من 1 نانومتر الى 1 مايكرومتر. العفو دكتور، بس هني هاي النقطه البارحه ما وصلت لي، يعني صح انت قايل لنا مثال الحليب وشرحت لنا عليه، لكن بعد شنو هي بعد؟ يعني ما وصلت الفكره، ما عرفت هذا المحلول اول مره اقرا الكولويد. ايه هسه اشرح، ليش مستعجل؟ ايه لا يعني خططينا شرح اكثر لانه يعني مو واضح كلش. ايش راح يكون اللارج البارتيكل مالته؟ راح تكون اكبر من البارتيكلز الموجوده بالسوليوشن، راح يكون الابيرنس مالته اوبك، غير شفاف او معتم، اوبك ابيرنس. ايش راح يكون هنا له البارتيكل الموجوده بس بالكولويد ما راح نقدر نفلترها. ليش؟ لان تكون همين صغيره، هذا الحجم همين يعتبر صغير، من 1 نانومتر لل 1 مايكرو متر هو يعتبر صغير، اذا معناتها ما اقدر افلترها. اذا خليتها بورق الترشيح اشوف انه هي راح تطلع ويا السوليوشن ويا السولفنت. بالاضافه they don't still out on standing. شنو معناتها هاي؟ معناتها انه هاي البارتيكل سايز انه دائما تبقى بحاله حركه بالسوليوشن. مثلا اذا انا اخذت خليت تراب خليته بالمي بوتر وسويت له شيكينج اور ميكسينج مزجته، ورا شويه ايش راح يصير بالتراب؟ راح يبقى دائما موجود بالسوليوشن؟ ينزل بالقاع. ينزل بالقاع. هاي الصفه انه بالكولويد ما موجوده، وانما تبقى البارتيكل سايز الموجوده بالكولويد تبقى دائما بالسوليوشن. ايش قد ما يبقى الوقت انه هي تبقى بالسوليوشن، موجوده دائما بالسولفنت او بالليكويد دائما موجوده. تمام، واضح؟ مثل ما ذكرنا البارتيكل سايز او الدايمتر مالتها، مثال عليها هو الميلك الحليب. الحليب ليش يعتبر كولويد ما يعتبر سوليوشن؟ نجي نشوف اول شيء الميلك هو يعتبر هوموجينيوس، الحليب يعتبر هوموجينيوس، الشكل مالته الكومبوزيشن يونيفورم لو دونت هاف يونيفورم. هاف يونيفورم هو يكون متجانس موحد اليونيفورم مالته الكومبوزيشن. او بك هوموجينيوس الحليب اللي يكون جاف واحنا يعني نخليه ويا السائل نسوي محلول، هو كان هو هيك او هيك هو اثنيناته نفس الشيء، هو كلهن بنفس الشيء. اي لان هو اصلا الحليب هو ما يتكون من بيور سبستانس، هو مو من ماده واحده، هو يتكون من بروتين من فات من دهون، يتكون من H2O من مي. كل المعادن عدا الحديد، كل المعادن عدا الحديد. فراح نشوف اذا الهوموجينيوس ميلك هو يكون اوبك، يكون الشكل مالته هو هل ترانسبيرنت شفاف؟ لا 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 لا, لا. اذا هو اوبك ضغطت عليه اوبك ابييرنس. هوموجينيوس؟ نعم هوموجينيوس. هوموجينيوس البارتيكل سايز او البار نقول الموليكول الموجوده به اللي هي البروتين الفات ممكن انه افصلها؟ لا لا دكتور، لا دكتور ما اقدر افصلها. اذا طبقت كل الشروط مال كولويد عليه، اذا هو وبها هي لارج موليكول البروتين الفات موليكول، اذا كلهن الموليكولز تعتبر اكبر من الايونز الموجوده وين؟ موجوده بالسوليوشن. بالإضافة أنه هاي الموليكول don't dissolve in water، ما راح تذوب بالوتر، راح نشوفها أنه هي مذايبة، لكن نفس الوقت أنه هي ما يصير بها standing، ما راح تستقر بالقعر، وأنها تبقى دائما موجودة بالسوليوشن. واضح طلاب؟ دكتور غير الحليب، غير الحليب المايونيز. ايه مايونيز نفس الحالة، نجي نطبقها. الاول شيء الابيرنس مالته او خلينا نقول الكومبوزيشن هوموجينيوس لون لن هوموجينيوس او هيتروجينيوس؟ هومو هوموجينيوس. الابيرنس مالته شفاف لو غير شفاف؟ غير شفاف. اقدر افصل الكومبوزيشن مالته؟ لا مستحيل. لا
ما راح نقدر نوصلهن. الكومبوزيشن مالته هل هي ذايبه لو موجوده؟ ذايبه. لا ما ذايبه. موجوده لا موجوده. ما ذايبه ما مو مثل من نضيف الشكر لو الملح للمي نشوف الذوب تروح، وانما هي تبقى موجوده. ها اي نعم دكتور. مو بالضبط؟ نعم دكتور. ايه البارتيكل سايز الموجوده هي مالتها نوعا ما انه كبيرة، ما راح نقدر نفصلها ولا اقدر افلترها، حتى اذا ضفت لها مي ما راح تقدر افلترها. اذا هاي يعتبر كولويد. من نشوف احنا تنطبق ذني الامور عليه فانه هذا نعتبره كولويد. دكتور الزبادي في الميه مو؟ بالضبط. ايه هذا وصلت الفكره، من قبل الزبادي هذا. هسه نجي على السسبنشن، هسه راح نشوف السسبنشن شويه راح نميز عن البقيه. السسبنشن، السسبنشن اول شيء هي شنو مصطلح سسبنشن؟ الجسيمات. نعم الجسيمات. معلق. معلق دكتور. معلق او عالق يسمونه. نعم. محلول عالق مرات نقول عليه. وين دائما تلقون كلمه سسبنشن؟ الادويه. هذا المثال بالضبط. بالمغذيات. المغذيات. لا لا. ليش؟ اي اكو بالادويه. اكو نوع من المغذيات هي سسبنشن. اسمح لي دكتور، مرضى المراره ومرضى الكبد كلهم يستخدمون هذا النوع لانه يحتوي طب. على كثير من المعادن. بالضبط بالضبط. ما يستخدمون السلاين سوليوشن، يستخدمون اكو سسبنشن سوليوشن مغذيات. بالضبط. السسبنشن يكون هو العوالق دائما موجود بالدواء. اكو بعض الدواء اللي هو كليكويد يكون يكتبون عليه سسبنشن. هذا السسبنشن انه دائما حتى اذا تنتبهون شو يقول لك عليه؟ سوي له شيكينج بيفور يوز، رجه قبل ما تستخدمه. ليش؟ حتى تمتزج المكونات كلها سوية. ليش يعني معناتها ليش المكونات ما تنزل بالقعر؟ معناها ان هي ما ذايبه. محاول اسمها يعني ليش؟ لا انه على مود ينمزج كله. تمام. إذ قلنا إنه المادة تنزل بالقعر، ليش نزلت المادة بالقعر؟ ليش ما بقت مثل الكولويد موجودة بالسوليوشن؟ لأن جزيئاتها كبيرة. جزيئات مالتها راح تكون كبيرة، تكون أكبر من الجزيئات مال الكولويد والسوليوشن. يعني حركتها تصير أقل. البارتيكل سايز مالتها راح تكون أكبر من البارتيكل سايز الموجودة بالكولويد والسوليوشن. كبيرة ومذوب بالسائل. بالضبط. إذا راح نشوف، نجي هسه نشوف شنو تعريف السسبنشن. از هيتروجينيوس ميكستشر، اذا هو هيتروجينيوس نوع ذات كونتين لارج بارتيكل سسبند، تكون معلقه بالسوليوشن. اذا هي البارتيكل سايز مالتها تكون اكبر من البارتيكل سايز الموجوده بالكولويد والسوليوشن، راح تكون اكبر من 1 مايكرومتر. بالاضافه انه هاي البارتيكل الموجوده ما راح don't dissolve in the liquid، لكن بما ان هي تكون تذوب بالسائل ما راح تذوب بالسائل. اذا هي نفس الكولويد، البارتيكل سايز مال الكولويد هم المذابه، لكن اكو شيء يختلف عنها اللي هي ايش راح تكون؟ they can filtrated، قابله للتشريح دكتور. انه ممكن ان الفصلها بعيد عن السائل. بالضبط. ليش لا ليش اخذت هاي الصفه انه قدرنا نفصلها؟ لأن جزيئاتها كبيرة. لأن جزيئاتها كبيرة. لأن الجزيئات هي تكون كبيرة، فإذا ممكن أن نسوي لها فلتريشن واسطة، أما نستخدم سنترفيوج أو ورقة ترشيح نقدر نوصلها. مثال على السسبنشن من يعطيني؟ بلود الدم. البلود الدم. بعد أكو مثال مرتين ذكرته. الأدوية دكتور بالمغذيات. لا اكو مثال ذكرته هيك قدام احنا هسه بالبيت تقدر نسوي. دكتور العصاير. العصاير لا العصاير تعتبر كولويد. الرمل والماء. محمد قاسم المايك مالتك بيوشه قويه. ايه عليا شنو؟ الرمل والماء. الرمل بالماء تنطبق عليه كل المواصفات. نعم. اول شيء اذا خلينا اذا سويت له شيكينج راح يصير سسبنشن، اذا تركناه شويه ايش راح يصير بي؟ راح يترسب. ينزل. ينزل. اقدر افلتره؟ اقدر. اقدر افلتره. نعم. البارت...
هو هيتروجينياس لو هم هيموجينياس هيموجينياس هيموجينيا اي شنو هيتروجينياس هيتروجينياس على كيف تمام اي دكتور بالمنخل بالضبط بالهذا بالمنخل وزين واذا كان الرمل كلش ناعم هاي شلون اوراق ترشيح دكتور جيب شاش وعليه جيب شاش وقماش وعليه خما جيب قماش وفض عليه الشاش لا مو شاش صحي دكتور احنا ان شاء الله غير اطباء وانت مين دكتور وانت سيد العسل العافين تمام من الأمثلة اللي هي نعتبرها كهيلث نوت هو البلد لأن نشوف الار بي سي انه ممكن نفصلها عن البلد بلازما فتعتبر هي كسسبينشن بالإضافة ان شاء الله بالسنين القادمة راح تاخذون مادة اسمها زنك اوكسايد يوجينول راح تستخدموها من يعرف الزنك اوكسايد يوجينول شنو هي العصارة ناخذ بها طبعات لا لا ذيك الاكريليك لا لا ناخذ بها طبعات بال هو على لا يسوي كومبليت او هيك لا لا الزنك اوكسيد يوجينول اللي هي الحشوه المؤقته نفسها الحشوه اي دكتور ايه. هذا هسه طوروه بالحشوه الضوئيه هسه يلا ذكرته هسه قاموا يحولوه الى نانو هسه هذا الشغل اللي يشتغلون الان هسه بروسيا واوروبا الشرقيه ياخذوا يسووا له معالجات هو يحولوه الى نانو على مود يسووا حشوه ضوئيه هذا من افضل انواع الحشو هسه كزنك اي مو يستخدمون الزنك هذا الزنك زنك اوكسايد اي دكتور عم يستخدموا بالضوئيه كلش بالضبط اي بس كمويه كزنك اوكسايد بس مو الزنك اوكسايد يوجينول والله دكتور هاي بعدين من التقارير اللي انا قريتها اي لا لا الزنك اوكسايد يوجينول اللي هو راح تكون ما راح تكون انه كلش قويه طبعا تكون عجينه فشي بسيط واذا اغلبكم مراجع طبيب الاسنان يعني اللي شايفين هاي مال قرنفل راح تلاقون هو من عنده يستخرجوه هو من عنده يستخرجوه هو اليوجينول اليوجينول هي ماده عضويه تكون ليكويد طبعا ماده كلش ريحتها اذا تصير بديك او تشتغل بها تبقى في الاسبوع هي تشتمها تب واحد يبقى يشتمها فريحه مزعجه طيبه بالبدايه وبعدين تصير مزعجه فهم يصير ميكس يعني من الزنك اوكسايد ويا اليوجينول بنسبه 1 الى 3 فراح تصير هنا هاي تعتبر راح تصير في العجينه متجانسه تعتبر كولويد لان راح تنطبق عليها الصفات مال كولويد راح تكون هوموجينياس يكون الابيرنس مالتها اوبك ما نقدر نفصلها ها وما راح تكون هي ذايبه الزنك اوكسايد الزنك اوكسايد ما راح يذوب باليوجينول وانما راح يكون على شكل مكسشر لكن هوموجينياس هنا هذا التيبل هو سمري للكل اللي اخذناه الحكي راح نشوف انه البارتيكل تايب نوعيه البارتيكل الموجوده راح نشوفها بالسوليوشن هي تكون على شكل ايونز اتومز سمول موليكول لهذا السبب انه ما راح نقدر نفصلها والسبب انه البارتيكل سايز مالتها يكون قليل بالكولويد يكون لارج موليكول تكون شويه اكبر من الموجوده من الموليكول الموجوده بالسوليوشن أسئل هسه جاوبكم على السؤال مالتج سبيس سسبنشن تكون لارجر بارتيكل بارتيكل مالتها تكون أكبر من الموجودة بالكولويد والسوليوشن البارتيكل سايز للموجودة بالذنية ثلاث أنواع الحجم مالتها راح يكون بالسوليوشن 0.1 إلى 1 نانوميتر وبالكولويد من 1 إلى 1 مايكرو من 1 نانو إلى 1 مايكرو متر احنا نعرف أن الألف مايكرو نانو هو يساوي لي 1 مايكرو بالسسبنشن تكون أكبر من واحد مايكرو أو ألف نانوميتر. effect of light تأثير الضوء بالسوليوشن إحنا قلنا إذا كان سوليوشن فإن اللايت إذا ممكن إنه يمر خلال السوليوشن بسهولة بدون ما راح يتأثر الضوء فيصير بيه no scattering ما راح يصير بيه تشتت لكن بالكولويد والسسبنشن راح نشوف إن أنا التندل effect تأثير التندل راح يصير موجود على الضوء ممكن إنه يصير بيه scattering. effect of gravity تأثير الجاذبية راح نشوف هنا بالسوليوشن والكولويد مثل ما ذكرناه يكون مستقر البارتيكل تكون مستقرة وما راح ممكن انه تنفصل يعني تبقى هي موجودة بالسوليوشن لكن بالسسبنشن انه ممكن هي تكون انستيبل او ممكن خلال الوقت التايم انه هي ممكن انه تترسب بال
إذا كان هو خلينا نقول كقنينة أو بوتل فإنه هي راح تترسب بالقاع. العفو دكتور. نعم محمد. الجرافت بين المواد؟ شلون؟ الجرافت يعني جاذبية بين المواد، مو جاذبية غير شيء. إيه لا يعني هي الجرافتي. لا لا يعني هي الجرافتي الجاذبية مالتها إذا كانت بالسليوشن راح تأثر على البارتيكل الموجودة داخل السليوشن لو ما تأثر. هي نعرف كل ما البارتيكل سايز تقل كل ما المادة هي أصلاً يعني تهرب من الجاذبية. واضح دكتور واضح. بالضبط. الفلتريشن بما أن هي البارتيكل سايز ما السليوشن والكولويد قليلة أقل من الواحد مايكرو خلينا نقول فإنه هي ما ممكن نسوي لها فلتريشن. بينما بالسسبنشن إنه هي ممكن يصير بها فلتريشن. اليونيفورميتي مالتها سوليوشن والكولويد هي هوموجينيوس بالسسبنشن تكون هيتروجينيوس. طلاب عندكم بالملزمة البي دي اف نزلتوها كان هنا مكتوب هيتروجينيوس بالنسبة للكولويد وإنما هي هوموجينيوس. أنا صلحتها ورجعت نزلتها مرة ثانية مسحت القديمة ورجعت رفعت وحدة حدثتها فانتبهوا على هاي الملاحظة إنه هي هوموجينيوس وليس هيترو الكولويد. بالنسبة للأسئلة اللي سألتيني إنه الجدول طبعاً مقارنة تحفظوه احتمال ما يجيكم كمقارنة كاملة ثواني محمد مو ممكن إنه يجيكم كمقارنة واحتمال أجيب لكم يا كفراغات كMCQ كصح وخطأ إنه أجيب جزء من العدة فإنه هو نفسه ترى الشرح اللي الموجود هناك بالسابق بالسلايدات اللي قبلها هو هنا لك سمعري خلاص عليه. نعم تفضل محمد. محمد وليد تفضل. دكتور بس الملاحظة هاي قبل شوية قلتها صوتي قطع وما لحقت عليها. ها بالملزمة البي دي اف يعني الأول شيء ما أعرف شنو أول شيء نزلتها. هذا وقطع الصوت. إيه الملزمة اللي نزلتها البي دي اف الأول شيء إنه كان بالكولويد بهذا الجدول الموجود عندكم الكولويد مكتوب هيتروجينيوس وإنما هي هوموجينيوس وليس هيتروجينيوس فأنا يعني صلحتها للملزمة ورجعت رفعتها من جديد يعني حذفت الذيك القديمة ورفعت واحدة جديدة. تمام دكتور مشكور. هنا أمثلة العفو أهلا أمثلة المايونيز إيش يعتبر هيتروجينيا سوليوشن كولويد هذا ولا واحد شينا إحنا هومو دكتور هومو هوموجينيوس هو هوموجينيوس كولويد ويا نوع كولويد كولويد سيلتزر ووتر. سيلتزر ووتر هو نوع من أنواع هاي المياه المعدنية اللي قليلة الصوديوم وبها معادن وهل إيش تعتبر؟ هوموجينيوس. هوموجينيوس. بعد. يا نوع من الهوموجينيوس. سوليوشن. ليش؟ ليش سوليوشن؟ قليلة جدا دكتور. تمام. بعد. يعني هي تعتبر كأيونز أو أتومز فتكون بارتيكل سايز صغير. بعد. ولا ابيرنس مالتها قليل ترانسبيرنت دكتور ممكن انه افصل المعادن او البارتيكلز الموجوده بها لا 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 ما راح نقول اوكي تمام زين النيل بولش ريموفر هذا الجماعة البنات يستخدموه شنو هو دكتور هو شنو الاسيتون يشيلون بيه صبغ الاظافر احنا شعلنا الاسيتون الاسيتون اللي هو شيء يعتبر طبعا هو مو بس الاسيتون هو مخبوط هو اسيتون ومي وبعد ما ادري يا مادة هو هوموجينيوس كولويد دكتور بس ريحته ما تنطق ليش كولويد ليش هو غير شفاف او بك أو بكبيرس؟ شفاف هو. مو شفاف أنتم. مو هسه أكو هم يمكن أكو سبري. هو أكو سائل وأكو ورق. إحنا ما لنا علاقة بالورق. لا هو الدكتور شفاف. أوكي شفاف إذا إيش يعتبر؟ سوليوشن دكتور ولا هو مو شغلة يعني بس سوليوشن. هاي يبا هاي محمد أحسن من العزكم. الله هو الشغله مو يمنا بس هذا وش نسوي دكتور اي تمام اوكي
فهو يعتبر كسليوشن، لان هو راح يكون نشوف اول شيء هو هوموجينياس، يكون الابيرنس مالته هو ترانسبيرنت، بالاضافه يكون البارتيكل سايز مالته كلش قليله، لان هو اصلا يتكون من اسيتون ووتر، واتوقع بعد مفيد ماده يضيفون ويا ثانيه يصير هو المكسشر. فهو كل الاسيتون هو يعتبر بارتيكل سايز مالته هو كسليوشن اصلا، بارتيكل سايز مالته كلش صغير. الموضوع الاخير اللي راح ناخذه بهاي المحاضره هو الكترولايت اند نون الكترولايت. السليوت الموجود او الديسولف بالسولفنت اور ووتر، نذوبيه بالماء او باي سولفنت، من نذوبه بالسولفنت او بالووتر، اذا انطاني ايونز واذا انطاني نيوترون موليكول باحتمالين، يعني لو يعطيني يتفكك ويعطيني ايونات، لو يبقى نيوترال موليكول، هاي السليوت هو يبقى نيوترال موليكول ما يتفكك، يبقى نفس ما هو. اذا انطاني ايونز فهو راح يعتبر كوندكت الكتريسيتي، موصل للكهرباء، يوصل للكهرباء. واذا كان بقى نيوترال موليكول ما انطاني ايونز فهو يعتبر نون كوندكت الكتريسيتي او دزنت، يعني هي يعني قصده على الكتريسيتي، ما راح يوصل للكهرباء. تمام زين، اللي يوصل للكهرباء المحلول اللي السليوت مالته تفكك والطاني ايونز ايونات وصار موصل للكهرباء، ايش راح اسميه؟ الكترولايت. راح اسميه الكترولايت. وابسط مثال هو همين نرجع للانيسيال، الانيسيال مجرد اذوبه بالماء، تذكرون بالصفات اللي اخذناها مال بالمحاضره الاولى، صفات الايونيك كومباوند، من نذوبه بالماء يصير ديسوسييت بالضبط، توصيل كهربائي بالاضافه ديسوسييت بالووتر، فيمكن يتفكك الى Na بلس زائدا Cl ماينس. العفو دكتور، هو الكهرباء بيكون بالتشارج مالتهم، يعني هو بالضبط نتيجه التفكك، فهما عناصر قويه، يعني الصوديوم اذا ترجع للبوزيتيف هو من اقوى العناصر، وكذلك بالضبط. يعني هو بدرا انه هو دائما احنا نشوف انه يقول هذا مشحون، بما انه هو اكو شحنات، يعني اكو ايونات، من جت الشحنات من خلال الايونز، بما انه هو هذا السوليوشن صار مشحون بي ايونز، اذا هذا راح يصير موصل للكهرباء. والعفو دكتور، والدليل على انه الكلوريد كلوريد الصوديوم محلول كهربائي هو عندما يدخل الى جسم الانسان ويعطي عازات للاجهزه العصبيه، هذا بالضبط. الدليل مالنا بالضبط. هو مو بس هذا الدليل، احنا نقدر انه نجيب اوفوميتر ووصل المحلول بي ان اي سي ار، راح اشوفه يوصل. لا او لا دكتور، احنا نحكي لك اياها كاطباء، احنا نحكي لك اياها كاطباء، يعني جماعه الكيميائيين هم يستخدمون غير الاختصاصات، لكن كاطباء هو يعني قصدي مو احنا ايش دا نقول، اذا كانت تبدا تقول ابسط دليل، احنا منين الدليل وصلنا ان وصلنا لعازات، شلون فحصوها ان تبدا توصل؟ عندنا تشريح وعندنا عمليات، هذا احنا هو شوف دكتور، انا قصدي نظريا وعمليا، يعني هذا بالضبط افتهمت قصدي، نظري نقدر نشوفه بجسم الانسان، لكن العملي من خلال الجهاز بالضبط. بينما اذا الماده غير موصله اللي هي كانت من السليوت تفك، يعني ذوبناه بالسولفنت وطان نيوترال موليكول، كنا اذا هذا راح يكون غير موصل، ايش راح اسميه هذا الميكستشر او السوليوشن الغير موصل؟ محلول غير الكترولايت، نسميه نون الكترولايت. ومثال على ذلك هو ال H2O2، الهيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد يكون من نذوبه بالماء، من نضيفه بالماء، راح يبقى هو نيوترال موليكول، يبقى على شكل H2O2، ما راح يتفكك، فإذن هو راح يصير doesn't conduct على شكل الجزيئات، يبقى يبقى نفسه، يبقى هو الموليكول الجزيئات الكهربائي بالضبط. إذن راح يكون نسميه نن الكترولايت. زين هسه احنا نن الكترولايت منتهي المعدة، هذا غير موصل للكهرباء وصنفناه نن الكترولايت وما عندنا مشكلة بعد به، لكن الالكترولايت ممكن انه يصنف كسترونج اند ويك الكترولايت. الالكترولايت يمكن نصنفها صنفين، سترونج او ويك الكترولايت، يعني على اي اساس راح نصنفها؟ قويه والكترولايتات ضعيفه، على اساس تفكك، على اساس تفكك. نعم بالضبط، على اساس التفكك، اذا تفكك تفكك
كامل نسميه ديسوسييت كومبليتلي. سترونج سترونج يعني يعطي، يعني يعطي جميع الايونات موصل المكونه له. زين التوصيليه مالته راح تكون عاليه لو قليله؟ عاليه. ارجع اسالكم سؤال، ليش عاليه؟ لأنه هنا واحد 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 تفضل لحظة لتلها. عمر أسامة جاوبني. نعم دكتور، لأن ينطق الأيونات المكونة يعني كلها تفكك تفكك تام. صارت عندي. إذا نسميه السترون الكترولايت ديسوسييت كومبليتلي، تفكك تام تو فورم أيون بالماء. أمثلة على موجود عندنا كأسيدز بيس وسالت. الأمثلة الموجودة أمامكم السترونج أسيد اللي الـ HCl ممكن يتفكك تفكك تام، الـ HBr، الـ HI، الـ H2SO4 دنكن. السترونج بيسز صوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، ليثيوم هيدروكسيد إلى آخره. دن. بالإضافة للأملاح. نعم. الثالث ما صف سادس إذا الشباب يذكرون. الفصل الثالث أول ورقتين من الفصل الثالث. بالضبط حتى نفس المركبات. يعني هذا راح يضيفون نفس المركبات. تمام. بينما بالنسبة للسالتس الأملاحية الـ NaCl، KBr، MgCl وأكو هواية طبعاً من الأملاح اللي هي تعتبر سترونج الكترولايت. ليش قلنا سميناها سترونج؟ لأن صار بيها dissociate completely to form ion، يعني المركب أو هاي الكمبان أو الملح أو الأسيد أو الريلبيز اللي صار بيه completely dissociation تفكك تام. النوع الثاني هو الويك الكترولايت اللي راح يصير بيه partially dissociation تفكك جزئي، بحيث راح نشوف مثلا الأمونيا إذا ذوبتها بالمي إيش راح نشوف؟ أنه هي ممكن أن تطيني أيونات، تطيني أيونات، لكن نفس هاي الأيونات الموجودة تكون الكمية مالتها كلش قليلة، بينما تكون الطاغي هي الأمونيا NH3، تبقى NH3 موجودة بالسوليوشن بالماء لكن موجود. فإذا ممكن نتوصل هي، لكن التوصيلية مالتها تكون كلش ضعيفة. لهذا نشوف الويك الكترولايت ديسولف ان ووتر من راح يذوب تو ييلد لارجلي انشارجد موليكول، الكمية الأكثر هي تكون انشارجد غير مشحونة، بات سمول فراكشن اوف موليكولز فورم ايون، وجزء قليل هي من هاي الفراكشن انه ممكن تكون على شكل ايونات اللي هي راح توصل الكهرباء، تعتبر كوندكت الكتريسيتي. أمثلة عليها بالنسبة للويك أسيد هي الـ HF، الأسيتيك أسيد، الكربونيك أسيد، والفسفوريك أسيد. بينما بالويك بيسز الأمونيا، البريدين، وتقريبا أغلب المركبات الكيميائية اللي هي تحتوي على النيتروجين هي تعتبر ويك الكترولايت. نيتروجين. نيتروجين. لا تحتوي على نيتروجين. طبعا ضعيفة. بالضبط. تكون نيتروجين هي بوجود النيتروجين تقريبا تسوي لي ويك الكترولايت. هذا هنا نفد مقارنة بين الالكترولايت والنان الكترولايت. بالالكترولايت أول شيء أول تعريف مالتها، الالكترولايت هي المادة اللي شبيها بروديوز أيون وين ديسولف إن سولفنت اللي راح تنتج لي أيونات. بينما بالنان الكترولايت هي المواد اللي شبيها that cannot produce ions when dissolved in a solvent. ثانيا the production of ion هي تلقائيا من التعريف احنا عرفنا انه الالكترولايت هي dissociate into ions، انه ممكن انه تعطيني ions، بينما بدنا الالكترولايت انه cannot dissociate into ions. البولاريتي القطبية، الالكترولايت هي تكون polar compound بينما بالنن الكترولايت تكون نن بولر كامباند. احنا دائما نعرف انه المواد القطبية هي تكون موصلة للكهرباء، فدائما نقول هذا موصل للكهرباء لان هو قطبي، فهو تلقائيا البولر كامباند هي تكون الكترولايت. الكتريكال كوندكتيفيتي هم عرفناها ان الالكترولايت تكون موصلة للكهرباء، النن الكترولايت غير موصلة. امثلة عليها الـ NaCl، كالسيوم فوسفيت، الامونيا، HCl، الأمثلة ذكرناها السابقة. النن الكترولايت الأمثلة عليها السكروز، الكلوكوز، الإيثان، أخذنا مثال H2O2، إذن هن كلهن عبارة عن نن الكترولايت. ليش نن الكترولايت طلاب هذني؟
إنه ما توصل جزئي أو غير كامل. تفككها جزئي. نجيها واحدة واحدة. أريد سبب هبة. تفككها جزئي. لأن تفككها جزئي أو غير كامل. تمام لأن لا لحظة. غلط. بما أن هي تفككها جزئي إذن هي صارت weak الكترولايت، إذن هي موصلة، هي نوع من أنواع الكترولايت. طلاب هذا الكترولايت ينقسم نوعين weak وهنا strong. أوكي هبة واضح؟ فهمت قصدي؟ دكتور غير اللي تتفكك بشكل تام توصل الكهرباء أكثر؟ لا احنا دي نقول الكترولايت نان الكترولايت. الالكترولايت هي الموصلة تنقسم نوعين ويك الكترولايت وسترونج الكترولايت. سترونج الكترولايت مثال H2O2 السترونج الكترولايت اي لا هسه بدنا نحكي على مود تميزون. اتوقع هنا صار عندكم فد شويه خربطه. النل الكترولايت طلاب هي شبيهة السبستانس ذات كان برودوس او ما يصير بها ديسوسييت لا بارشلي لا جزئي ولا كامل نهائيا ما تتفكك تبقى نيوترال موليكول. تمام نعم يعني ما تتفكك الى ايونات وانما تبقى على شكل النيوترال موليكول. بينما بالالكترولايت الالكترولايت ممكن انه هي تتفكك لكن اكو نوعين من التفكك. اما تفككم كامل نسميه ديسوسييت كومبليتلي تتفكك بشكل كامل او بارشل ديسوسييشن تفكك جزئي او يكون قليل يعني. واضح؟ نعم دكتور. زين احنا رجعنا احنا قلنا الامثلة السكروز الجلوكوز الايثان H2O2 قلنا شبيها ليش نون الكترولايت؟ نون الكترولايت ليش نون الكترولايت؟ لان ما تتفكك اصلا. تمام اوكي زين ليش هي غير موصلة للكهرباء؟ قلنا لان هي ما تتفكك ما تنتج ايونات ما تنتج ايونات غير قطبية لان هي ما بيجي بس اسمح لي دكتور ذوبانه في الماء غير تام من هو هاي العناصر السكروز والجلوكوز والايثان ايه دكتور مرات ذوبانه يكون غير تام لذلك غير موصل للتيار الكهربائي بشكل صحيح. هي ذوب قلت لي ذوبان هي ذوب بس التفكك مالها دكتور هي ذوب بس ما تتأين بس ما تتفكك ايوه ما تتأين. قلت لك غير تام. هو احنا اشوف دكتور اصل الذوبان هو عمليه هو اذابه المحلول داخل المذيب. بس اسمحوا لي شباب هو اذابه المحلول داخل المذيب بشكل تام جدا ذاك الوقت يصير احنا ذوبان. والسبيع وعلى سبيل المثال الملح لما اذا نجي للشكر من نخليه ويا شاي نشوفه من نخلص الاستكان ما شاي اكو شكر بالموضوع. احنا علاقه لحظه لا تخبط محمد لحظه زين ليش دكتور لحظة محمد هي أصلا ما تتفكك من أساسها لأن هي غير إلكتروليتية. بالضبط الشكر هو يذوب لكن إيه؟ اللي دشوفه موجود بالباقي هذا يسموه سوبر ساتوريشن تشبع فوق يعني تشبع فوق يسموه فوق التشبع. نعم. تشبع أكثر مثل ما هسه نور الهدى تقوله هذا تشبع بحيث قام بعد ما يقدر يذوب بس هو ذاب لكن شبيه يبقى يعني يبقى شكر يبقى شكر نفسه ما راح ينضيني أيونز. انت انت قلتها حكايه حلوه بالبدايه قلت هي اصلا التوصيليه راح تجي من خلال الشحنات ذوبان بالمي لا من خلال الشحنات. انت بالبدايه بدايه المحاضره قلتها اي صح من خلال الشحنات من صحيح. صارت عندي شحنات فاني ليش دا اقول لكم ليش ما يوصل تلقائيا لان انا شو تقولون كان نوت ديسوسييت ان تو ايونز. واضح دكتور هاي الماده ما تصير ديسوسييت تتفكك الى ايونز. واضح طلاب واضح اسف على سوء تفاهم. لا ماكو مشكله احنا بالعكس انا كيف من هيك على مود بقيه الطلاب توصلهم الفكره. انا هسه من هبه جاوبتني قالت لي تفكك جزئي بالعكس عرفت انه اكو فد شويه اكو مس اندرستاند بالموضوع صار. طلاب هسه واضح اكو احد عنده مشكله دكتور عندي سؤال مقارنه بين الالكتروليتيه والغير الالكتروليتيه مع بعض يعني بين الالكتروليتيه بالنسبه للقويه والضعيفه والغير الالكتروليتيه. اي بالضبط ماكو مشكله. أي فاطمة شنو سؤالك دكتور؟ عندي سؤال مثلا المادة مثلا NH3 قلنا توصيليتها ضعيفة تمام زين إذا مثلا خليناها بغير الماء ما تقدر توصل يعني مادة أقوى من المي. المي ما يوصل هي ما لها علاقة هي مو لها علاقة بالمي هي علاقة بال هي ترى مو المي اللي راح يوصل هي المواد يعني البارتيكل أو السليوت الموجود داخل الوتر
هو اللي راح يوصل. اذا تفكك اذا تفكك يعني هي الامونيا اذا تفكك التفكك تام كلها تحولت الى NH4 و OH. لان هو ليش احنا نقول الووتر؟ لان هو راح تتفكك NH4 NH4 بلس زائد OH ماينس. فهي راح تصير توصيليتها ضعيفة لان مو كل الجزيئات راح تتحول الى هذا الشيء، يعني مو كل الامونيا راح تتحول الى ايونز. يعني مثلا اقدر اقول الماء، انا من اريد اعرف المادة هي توصل او ما توصل لازم الماء القياسي بها هو السولفنت، مو شرط الماء. لا مو شرط الماء، بس انت لازم انت تجين تقارنين مادتين. فهو ليش دائما يقولون الماء؟ لان على مود يقارنون المواد كلها بالمي. انت مثل ما قلتي بس انا اريد اقارنها، انا شخلي الستاندر. هسه انت من تجين تستخدمين وحدة قياس، لازم غير تستخدمين وحدة قياس مضبوطة، لازم مادة واحدة. ايه فنخلي السولفنت كل المي ونجيب المواد نخليها بيها، نسويها كمكسشرات ونشوف ونقيس التوصيلية. نعم يعني العفو دكتور، بس ممكن ايش معنى المي؟ انا اتذكره بس يعني انا ما اخذ المعلومه، بس اريد اتذكرها ايش معنى. اول شيء المي نيوترال، لا حامض لا قاعدي. هاي واحد، هاي وحده. اثنين، هو يعتبر ترى كومن سولفنت، مذيب شائع. يعني هذا اللي هذا انا قاريه بس ناسي صراحه. اي اي هو يعني يعتبر مذيب شائع، يعني هو ابسط شيء وارخص شيء يعني. فلازم دائما نستخدم احنا الفشيء اللي متوفر. واضح دكتور، واضح واضح. تمام نجي، هذا المثال حلو، هذا مو موجود بالملزمة على ما تقولون ليش مو موجود. عندي كومباوند هو اي بي موجود بالاكويس سوليوشن. احنا قلنا اذا اكويس سوليوشن شنو معناتها؟ محلول مائي، معناته السولفنت هو مي. اوكي، الاي هي تشير للطوبات الصفر الحمر، العفو الصفر جاب الصفر بالموضوع، والبي للزرق. زين اوكي، فعندي صار عندي ثلاث احتمالات. جبنا هذا المركب اي بي، خلينا يعني او يختلف هو الطان، احتمال اي بي سي ده يقول لي صنفني اياه، يا هو السترونج الكترولايت، يا هو الويك الكترولايت، يا هو النن الكترولايت. قبل ما نبدي نسوي فد مراجعه سريعه، عندي المركب هو اي بي، اذا اعطاني اي زائد بي كومبليتلي فهو ايش يعتبر؟ سترونج الكترولايت. اذا الاي والبي ذوبناه بالاكويس سوليوشن والطاني اي زائد بي لكن بكميه قليله زائد الاي بي هي الطاغيه الاكثر، ايش راح يعتبر؟ ويك ضعيف. ويك. لكن اذا الاي بي اصلا كان نوت ديسوسييت يبقى اي بي، اتفكك يصير غير الكتروليتي، اذا هو نان الكترولايت. دكتور العفو دكتور، بس ملاحظه صغيره، المعادله الثانيه، اي المعادله الثانيه الويك ايش فيها؟ ليش ما نشيل الاي بي ونخلي جوا السهم سهم ثاني رايح جاي؟ بالضبط. اي هسه انا هم يعني شرحتها لواحد من الجروب، انه هو الاصح انه يكون انه هذا سهم، هذا السهم هذا نشيله رايح، لكن الراجع يكون هو الاقوى، يعني هو يكون الأقوى. بهالشكل هيك. باعتبار انه التفاعل يصير في لحظات، يا اما يصير لو ما يصير. بالضبط هو هذا، هيك هذا صحيح. يعني التفاعل ما بي نقطه نهايه، التفاعل ما بي نقطه نهايه، يجي يرجع الناتج يتكون نفسه من جديد. لكن يا هو اللي يكون هذا التفكك هو يكون قليل، يكون الاي بي هو يكون قليل. اوكي اذا نجي على الاحتمالات بالنسبه للاي، ايش يعتبر سترونج ويك اور نان الكترولايت؟ ويك. ليش ويك؟ من تجاوبني ويك دكتور هو يقول لي اني دكتور دكتور احنا قلنا اذا كانت الاي بي والاكثر الطاغي عليها يعني الالكترونات المزدوجه اي بي سوا راح يكون ويك. فاذا هذا حسب نظريتنا احنا من دا نشوف اكو بيها مزدوجه واكو بيها منفرده، بس الطاغيه هي الاي بي المزدوجه سوا، ولهذا راح نقول عليها ويك. تمام، اذا هذا تفكك غير تام. ويدك دكتور بالنسبه للبي فهذا انا اريد غير واحد، اريد غير واحد، يلا غير واحد يجاوبني للبي. انا دكتور، يلا فاطمه. البي نان الكتروليت، ما تفكك. ليش نان الكترولايت؟ الجزيئات متفككت يعني بالماء، اذا ايش بيها؟ ما تفككت، اذا بقت راح نشوفها كلها بقت نفسها، هي ذابت بالاكويس سوليوشن لكن هي كان نزلت يعني نزلت القاع. بالضبط. اي هذا اذا السي اتفق
تفكك ختم دكتور. يلا نور الهدى. تفكك دكتور. يلا نور الهدى دجاو. اي نور الهدى. تفكك ختم لانه يعني صارت الاي واحد والبي واحد. اذا كل المركب الكمباوند هو الموليكول اي بي هو صار ديسوسييت كومبليتلي. تفكك تفكك تام. اذا هو يعتبر شنو؟ يا نوع من عندهن سترونج. سترونج القوي. سترونج الكترولايت. تمام. الموضوع الاخير اللي هو هيك فشي طبعا يعني ضفته هاي السنه العامه اخذوه هو السلايفا از الكترولايت. السلايفا هو يعني من الجروب الاول وبدات المحاضره مال البايو شو اسوي؟ ها روحي لهم للمحاضره لان انا شويه. اي تمام شكرا دكتور. عفوا. السلايفا از الكترولايت. السلايفا اللي هو اللعاب طبعا هو تعتبر فت مكستشر مهم جدا للاورال هيلث. الامبورتانت فانكشن مالته هو يعتبر ككلينزينج كمطهر. يستخدم كانتي مايكروبيال الى صفه انتي مايكروبيال لان موجود وجود انزيمات لايزوزام لايزوز طلاب لايزوزايمز ولاكتافيرين بالاضافه للريمينال mineralization of the dental enamel surface. راح نشوف هنا كل الموجود هنا الى فد فانكشن مهم للسلايفا. يستخدم كمطهر كانتي مايكروبيال. يعتبر كاعاده تمعدن للمن للمينا الموجوده على سطح اللسان. الكومبوننت مال السلايفا هو يكون 99% من التوتال مالته مال كومبوننت هو عباره عن ووتر. اما النسبه البقيه هي عباره عن املاح ك KCL NaCl KOH بهم مفد أملاح كلش عديدة موجودة بالإضافة للإنزيمز والبروتين. الـ pH مال السلايفة هي راح تكون من 6 إلى 7.5. راح نشوفها متعادلة ما إلى قليل إلى الحامضية. بينما الأيونات الرئيسية أو المهمة الموجودة بالسلايفة هي الكالسيوم والفوسفيت أيونز. تعتبر من أهم الأيونات الموجودة. بالنسبة هذا للجدول الموجود عندكم هذا الجدول للاطلاع فقط غير مطالبين. بالنسبة إن شاء الله الموضوع الباقي الكونستريشن يونتس هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذه. نكمل بيه المحاضرة. لا أحد عنده استفسار؟ لا هسه دكتور السؤال الماكسيمم باكر الموضوع شنو الثاني المحاضره جايه شنو المطلوب من عندنا اذا عملي واذا نظري لحظه